إذن بالانتهاء من إعداد التقرير النهائي أصبح كل شيء جاهز للتصويت على الدستور هذا الأحد، حيث تضمن التقرير نقاطا هامة ستتلى على النواب قبل التصويت. وليد بوهراوة. ساعات تفصل الجزائر عن موعد التصويت للدستور الجديد بعد انتهاء اللجنة المشتركة الموسعة لغرفتي البرلمان من إعداد تقريرها النهائي الذي ثمن عرض الوزير الأول. اللجنة يعني لقد انتهت من عملها ونحن مستعدون وكل شيء متهيئ للتصويت غدا إن شاء الله بقصر الصنوبر، ونقولها ونعودها كل ما أتى في هذا الدستور هو نعتبره انطلاقة الجمهورية الثانية. أبرز النقاط التي ركز عليها التقرير النهائي: إماطة اللتام وتقديم توضيحات حول المادة 51 المثيرة للجدل، دسترة الإصلاحات في قطاع القضاء، دسترة الحالات الاستثنائية للحبس المؤقت، دسترة حماية حقوق الصحافة. ستكون الأنظار متجهة نحو قصر الأمم هذا الأحد للمصادقة على مشروع التعديل الدستوري والإعلان عن ميلاد الجمهورية الثانية. وليد بوهراوة من أمام قصر الأمم لقناة النهار.